إذا أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من حلقات برنامج أسواق شعبية. اليوم حابين نحن نقدم لكم الحلقة بطريقة مختلفة، ونحن الآن في سوق الصيد بمدينة المكلا بمنطقة الشرج. سنكون وإياكم على اطلاع بشكل كبير جدا لنعرف أسواق السمك وأيضا الأنواع الموجودة والمواطنين والبساط. خلوكم معنا لنكون في هذه الحلقة الجميلة من حلقة أسواق شعبية. أهلا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتعرف عليك في هذا البسطة. حي أبك وسهل أبك. من الاسم؟ محمد سالم بنصر. حي الله أبو سالم، يا مرحبا فيك في أسواق شعبية على أساس الغد المصري. طبعا اليوم نحن حبينا نزورك في هذا المكان وفي هذا البسطة، وبغينا بندخل في حالك. حي أبك. اسمحين. طيب أول حاجة أنا بغيت بتعرف أنا والشباب المشاهدين على الأسماك الموجودة عندك، أنواعها، إيش من أنواع عندك؟ عندي هذا رابعة اسمه رابعة. اسمها رابعة، يعتبر من أنواع البياض. من البياض ومن رقم واحد ما شاء الله تبارك الله. اسمها رابعة. رابعة. ليه سموها رابعة؟ والله هذا أنا ما عندي فهم، لكن اسمه يقدو ما شاء الله، يقدو من فيه، وهذا من جودة ما شاء الله تبارك الله، رقم واحد. كم سعرها الآن لو بشتريها؟ سعره لك أنت. لك خاصة أنت. طيب للزباين. الزباين ب14. ب14 ألف. طيب كم كيلو تكون قريبا يعني؟ 4 كيلو. تيون 3 كيلو. 3 كيلو حواليها. طيب هذا نوع اللي اسمه رابعة. والأنواع الثانية الموجودة عندك إيش بالضبط؟ هذا صعفي. اسمه صعفي. صعفي هذا زي الغرب. هذه بكم سعرها؟ سعره هذا نهايته يعني فيهم الناس يعني حد يبيع 28 أنا 25. بيعها ب25. 25. طيب إيش رأيك الآن مع المشاهدين والزبائن اللي خلف الكاميرات تحريبها لهم؟ خلي واحد زي يشتريها ونحن قاعدين نصور. يلا بشوف. صعب. لا بتحاول. ما يوم انتم ما حد ما يوم. حد الا لما بيشوفون. طيب هذا ثاني نوع، ثالث نوع ايش ثالث نوع؟ هذا غلس. اسمه غلس. آه هذا غلس. متواجد كثير في السوق تقريبا. ايوه هذا شوف يقولون له بعد الغودي. الغودي رقم واحد هو يجي بعده. كم سعره؟ هذا ب4000. ب4000، لا بأس، سعره مناسب. لا بأس. جميل. طيب هذا يعني من اجود انواع الاسماك الموجودة عندك. طيب نحن بغينا نتعرف على السوق بشكل عام، الزباين يحبون يشترون هذه الانواع ولا يحبون الاحمر؟ لا الاكثريه ناس يحبون البياض. يحبون البياض، بس الان الاسعار مرتفعه، كيف يقدرون الزباين انهم يجون يشترون؟ والله اللي هم يسور الحال يشتر الصراحه يعني. الحمد لله يعني تمشي الاسواق حبه حبه كده. انت يا ابو سالم كم لك وانت في البسطه دي؟ والله جبنا انا يوم فكت البسطه لي كم منها في السوق بس الحق لي شغل ثاني نروح هنا ونروح تروح وترجع. مشي حالي يا اخي والله. ما شاء الله. كم لك يعني تقريبا؟ 4-5 سنين 10 سنين؟ شي 6 سنين 7 سنين. نص غير نقول. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يفتح لك ان شاء الله باذن الله، ونشوف هذه البسطه بسطه كبيره ان شاء الله باذن الله. الله يسعدك. طبعا نحن اليوم حبينا نحن نزوركم في اسواق شعبيه ونتعرف على احوال الباعة الموجودين في الاسماك وفي الصيد مثل ما يقولون، واهل المكلا عاده يقولون الصيد صار يا طيب وانا خسار. تمام. فبغينا بنعرف ايضا انت من فين تجيب السمك هذا؟ تشتريه مثلا من البحاره ولا انت مثلا تروح تصطاده؟ لا نشتريه من البحاره. تشتريه من البحاره. طيب بندخل في حالك شوي، ايش رايك؟ حياك. حابين نتعرف على البيع والشراء في السوق، يعني اصحاب البساط والبحاره كم يتكسبون بعد الحبه السمك اذا كان من هذا النوع او من هذا النوع او من هذا النوع؟ بتكشف حالنا انت. بنافسك بعدين بالشغل. شوف سبحان الله يعني حسب السوق، والله احيانا الحب فيها 3000 الحبه بعض الاحيان، احيانا 2000، احيانا خساره 5000 على حسب الشغل. حسب الشغل، حسب السحبيه، حسب الموجه يعني. البترول الان يعتبر غالي ولا يعتبر مناسب؟ غالي. البحار لو راح يسوي البحار لو راح ما يبشي.
في ظهر من؟ في ظهر بحار مسكين الله يعني. أظن يعوضها ثاني يوم ولا ما يعوضها؟ هذه نشي رزق يعوضها بفضل الله، أما ماشي رزق سبحان الله يعني غالي يعني. إن شاء الله بإذن الله كلها ينزل. الحمد لله. طيب باختصار في جملة واحدة بس، هذا السوق كله في خير وفي رزق ولا ما فيش؟ لا الحمد لله. الحمد لله دائما وابدا مهما كان الحال معسور نقول الحمد لله على كل حال، ربنا يجيب الخير. الله يحييك. وسالم محتاج انك تقول كلمة عبر شاشة الغد المشرق، الشاشة لك. والله نشكر الزملاء طبعا دي اللي هو عندنا. الله يسعدك. قناة الغد المشرق. الغد المشرق على طول سيدنا على طول. اه يا اخي قلت لك لقى معنا مكلة وحضر موت بس لقاك احسن يعني. الله يسعدك يا رب. والله ربي تمنيت انه يوم شفتك قلت زقر هذا وانا منيس. الله يسعدك. عيوني لك ولاجل العين تكرم مدينه. في امان الله وسلامه. الله يحييك تشرفنا. وعليكم السلام. تعرف على اسمك؟ اسمي نادر الريش الشماسي. اهلا وسهلا فيك في برنامج اسواق شعبيه، وحبينا نزورك اليوم في هذه البسطه ما شاء الله تبارك الله الكبيره والمتواضعه، ونتعرف على الحركه التجاريه الموجوده عندكم، الباباي عندكم، الموز عندكم. نعم. كيف الحركه اليومين ذي؟ والله الحركه هذه الايام يعني تعبانه شويه، لكن الحمد لله على كل حال قلت الاسواق وقلت فرصه العمل، قل كل شيء. القوة الشرائية قلت. قلت كثير. نعم. يعني في اليوم الواحد كنتم تبيعون ما شاء الله كم ديش مثلا بالضبط؟ ايوه قلت. ما انا مثلا الموز نبيع مثلا في اليوم 10 12 الان يلا تبيع لك 6 7 بس اليوم بس. ما فيش حركة. ما فيش حركة. الان ما شاء الله متوفر كل حاجة عندنا، الشمام والحبحب والحاجات وايد كثيرة متوفرة في السوق، تضرب كل شيء جديد. يضرب القديم. الفاكهة القديمة. أيوة. بس في فاكهة صراحة نمبر 1. نعم. اللي هي الموز. الموز هذه فاكهة العام. فاكهة الفقرة. نعم. ما شاء الله تبارك. هذه ما تنقطع من العام. ما شاء الله. طيب لو تخبرنا على الحركة التجارية، أنت الآن في هذه البسطة الكبيرة وعندك باباي وعندك شمام وعندك موز ما شاء الله. من وين تجيبها؟ من وين تستوردها بالضبط؟ والله الباباي نحن من شرق هذه الأيام. الباباي من شرق. نعم. ما شاء الله. كيف سعره مناسب؟ مش ذاك مناسب، ماشي مناسب يعني بحكم إنه الديزل غالي و يعني والمواد الزراعيه لنا اصبحت غاليه كثير، ما عادش يجي لك رخيص زي حق اول. طيب اصحاب حضرموت لما قلت شرق انت كلهم عرفوا انه المناطق الشرقيه. نعم. طيب الناس اللي المحافظات الاخرى بيقولوا لك وين شرق؟ حدد شرق قصيعر معبر. قصيعر. نعم. حلو جميل. طيب الحبحب كيف شغله اليومين؟ يشتغلون فيه؟ ممتاز. لا ما اشتغل. ليش ما تشتغل فيه؟ كلين له مجاله يعني، كلين في تخصصه. ايش اللي يخليك تتخصص بالباباي بس؟ لان الحبحب يبغى مساحات ويبغى يعني خبرة أكثر، نحن ما عندنا خبرة في هذا المجال، عندنا خبرة في حاجات ثانية كما الموز والمانجو والباباي والشمام والعنب. ما شاء الله. نعم هذه المخصص. طيب أنتم تخصص فواكه. نعم. خضروات ما فيش. ما فيش خضروات. فواكه بس. نعم. أكثر يوم تشوفون من السوق متحرك وبعتوا كمية كبيرة من البضاعة؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة. الجمعة الناس يجون الصباح ولا الظهر؟ من الصباح يعني نصلي الفجر وعليها لما إذا شيء بقى معانا نرجع بعد صلاة الجمعة. بعد صلاة الجمعة ترجعون. نعم. لين الساعة واحدة خلاص. واحدة ونص تنتين. يفتر السوق. نعم خلاص 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 كل واحد راح يتغدى. ما شاء الله تبارك الله. طيب الجمعة يعتبر يوم مميز عندنا. نعم. طيب أصحاب الخضروات قالوا إنه يوم السبت وبعضهم يوم الأربعاء تكون فيه حركة. السبت لأنه بداية أسبوع يشلون الطماطم والبصل والبطاطس حق الأسبوع كامل. كلين لهم يوم يعني، نحن بالنسبة لنا الموز والباباي والشمام يوم الجمعة يوم مميز. يتحرك. نعم. الله يبارك لكم إن شاء الله. آمين. طيب الحركة التجارية بشكل أكبر، فندخل في حالكم البرنامج هذا حاب يتعرف على السوق ويتعرف على البيع والشراء. الآن فرضا عبد الرحمن بطرفي حاب أنه يشتغل في الفواكه واشتر له ديش مثلا باباي، كم كيلو في الديش الباباي؟ الباباي ما يعني هي معدل هاك ديلك 17 18 حواليها الى ما غايه 20 22 يعني. طيب. ما له وزن. شليته وبعته كله. حلو. شليته فرضا بكم؟ فرضا 14 ببيعه للزباين بكم؟ كم بحصل من الديش الواحد؟ 1200 تحصل لك ال 2000 3000 ديش الواحد 1200 2000 على حواليها على حسب الشغل. نعم. جميل. كله على الرزق، رزق من الله هو اكيد، وبعدين على حسب التنوع وعلى حسب الحركه التجاريه. نعم. جميل. ما فكرت بكره بعده يعني في المستقبل حتى انك تروح الى مورد اكبر من اللي تشيل منه حتى يكون السعر مناسب لك؟ احنا قلنا احنا ما شاء الله نشيل من مصدر يعني، ما نشيل من بياع مشتري. ما تشلون مشترى من المصدر الرئيسي؟ المصدر الرئيسي. في اشياء تشلونها مثلا من مش من من, من تاجر جمله؟ ايوه تاجر جمله زي الموز مثلا. هاي تاجر جمله لان الموز اكثر شيء يوردونه مصعبه بينه.
الحين تشيلونه من وين انتم؟ من الثلاجه جوا المسحه. في جوا المسحه؟ نعم. ثلاجه مستقبلا تفكر انك تشيله من ان شاء الله ان شاء الله، بس لكن الكميات ما تسمح. لا بتشيل كميات كبيره. نعم، لان المحروقات تلعب دور والمواصلات تلعب دور. ابين يعني بعيد هناك، يعني اقل حاجه يبغى لك قريب يعني في السياره بدي انها تجيب لك قريب 500 كرتون 400 كرتون. ما شاء الله فيك. وال 400 كرتون باقي يعني تنفقها يعني في خلال يوم يومين يعني عشان ما تخرب عليك. نحن ماشي انه ما يتطلب سوقنا هذه المرحله يعني. اشتغلوا موجب الموجود يعني. نعم. ربنا يبارك لكم. امين. حاجه واحده دائما نقولها للناس، قصه طريفه كانت لك في هذا الموقع التجاري في البيع والشراء، قصه طريفه حصلت لك من زبون معين، قصه طريفه حد قمرك لما كنت تشتري دياش باباي او موز. كيف احسن قصص مين لا قصه؟ اجمل وافضل قصه طريفه. الحمد لله خلاص. ايش هي؟ خلفك على مستوره. لا حابين نحن نسمع قصه طريفه ضروري. قصص وايده. قالت لي اطرف قصه يعني طريفه كان فيها نكته ولما تذكرها الان تقول والله. قصه حاجه عندنا واحد هنا حمال اسمه حسن راعه. حسن 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 حسن. جميل. ايوه بس شوف لك ترتيبها في البرنامج بعد. طيب ما حد بيجيبها كت. اوكي تمام. اوكي يعني هو اسمه راعه. طيب يزبون قال لي راح كيلو موز لك راعه، قلت له راعه الحسن. حياك الله يسعدك وربنا يوفقكم يفتح لكم ان شاء الله ونشوفكم باذن الله تجار على مستوى كبير في هذا المجال ان شاء الله. في امان الله. على السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تعرف اسمك الكريم؟ الاسم رشدي عوض الجابري. أهلا وسهلا برشدي ويا مرحبا بك في برنامج أسواق شعبية. اليوم حبينا نزوركم طبعا في السوق المركزي في مدينة المكلا في منطقة الشرج اللي هو سوق الصيد أو سوق السمك أو مثل ما يقولون بالعامية سوق الخسار. أوكي؟ الخسار نعم بالله. والله الآن تقريبا ما يقارب لي على 7-8 سنين وأنا متواجد هنا بالسوق، والحمد لله الامور ميسره وصابرين على العمل على اكمل وجه يعني. ما شاء الله. طيب بغينا بنتعرف نحن وياك مع بعض على انواع الاسماك اللي توجدها انت في البسطه حقك. اكثر الاسماك اللي تكون متواجد معانا في البسطه الاسماك النوع من النوع البياض، اكثر انواع البياض تكون متواجد عندي بالبسطه حقي يعني، وقد الزباين حقي معارف على اكمل وجه. النوع الاحمر هذا والسواد يكون مش العمل حقي، واكثر الاسماك اللي نبيعها كلها اسماك بيضاء. البياض ايش انواعها؟ انواع الغلس والتمكري والهامور والغوده، كل الاسماك البيضاء تكون متواجده عندنا. متواجده عندنا. كلها متواجده عندنا. طيب من خلال العمل يعني 7 سنوات أو 8 سنوات انت في هذا الموقع، يعني ابرز الاسماك اللي عليها حركه من الشعب دائما يحبون يطلبونها فيها ذوق. طبعا اكثر الاسماك يعني الناس لما تجي اكثر الناس تتسال على الغوده وعلى التمكري، يعني الحاجات اللي هي معروفه عند العالم كله. اكثر زباين يجونك الى السوق السمك هنا ويسالون اول ما يدخلون، خاصه يجون لك اصحاب مارب واصحاب شبوه يسالون على الغوده والدايرك والتمكري. اللي هو نوع من انواع اسمه الطرناك اللي هو نفس الغوده. لا ايش من نوع؟ لا النوع هذا اسمه الدايرك، نوع الطرناك هذا نفسه. دايرك يقولوا له الطرناك. نفسه هذا ايوه. ما شاء الله تبارك الله. طيب رشدي الان نحن مثلا ما شاء الله تبارك الله في سوق مليء ما شاء الله بالبساط ومليء ايضا بالزباين اللي حابين يجون يشترون الاسماك. كيف انت كصاحب بسطه بتقدر تتميز وتجيب اسماك حلوه وتعامل حلو وسعر راقي ايضا يعني؟ طبعا يعني حسب ما تعرف الصيادين هذا الفترة ايش تكون من حاجات وايدة، ارتفاع سعر البترول والمكاين والقوارب، لما يجيك بحار من البحر الآن يجيب لك كمية من الصيد، لما يجي تدخل فيه في المزاد وفي الحراج، يجيك زباين من برا تجي تدخل في الصيد. أبرز الأسماك اللي هي منظورة عند الناس اللي هي الأسماك البيضاء، والاسماك برضو تجيناك ناس تبغى التماد وتبغى الزينوب وتبغى الشروي، اسماك منوعه. طيب رشدي هو يخرج البحر يعني يصطاد ولا يشتري من بحاره؟ لا انا نشتري من البحاره. من البحاره؟ نشتري من البحاره. طيب مثلا كل يوم يعني اشتريت ايش من نوع وبكم اشتريته وبكم بتبيعه؟ طيب افضل اجواد الاسماك اللي اشتريتها اليوم نوع الغلس
والسعر كان شويه غالي، الاسعار فوق ال 40 فوق ال 45، ونحن نتميز بالبيع على حسب مشترى الصيد. الحبه ب 45000، الحبه سعر الحبه ب 45000 ونبيع على حسب مستوى المشترى حقنا للصيد. طيب بكم تبيع مثلا؟ انا الان خرجت واشتريت من عند بحار سمكه مثلا ب 45000، بكم نقدر نبيعها في السوق وبكم نتربح مثلا؟ على حسب الزبون اللي يجي عندك، يعني في زبون يجي عندك تقدر تتعاون معه وتقدر اضعف الايمان، اذا بعت الحوت انت بزايد 5000 بزايد 6000 تتبارك فيها، تتبارك فيها. نعم بالله ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش الرساله تحب توجهها لجميع زملائك الموجودين ايضا في هذا السوق؟ يعني نحب ان احنا نوجههم بالتعاون مع الزباين والمواطنين، وحسب ما يشوفون وضع البلاد كان وضع يعني غير لائق، وغير يعني الشعب كله كان يشتكي من الغلاء والحاجات والعارف ايش، ولازم ان احنا عقول الداك نتعاون مع الناس ونكون يد واحده، ويتعاونون معنا الزباين والمواطنين على حسب البيع وشراء داخل السوق. جميل، ربنا يبارك لكم ان شاء الله باذن الله. امين ان شاء الله. ونشوفك باذن الله اصحاب يعني صاحب بساط كثيره ما شاء الله بسطه واحده. امين ان شاء الله. شكرا لك يا رشدي، في امان الله. السلام عليكم. عليك السلام. طلع هلا وسهلا. على اسمك؟ مهدي باكور. اهلا وسهلا فيك، ويا مرحبا بك في برنامج اسواق شعبيه. اهلا وسهلا. اليوم جيت سوق الخضره وسوق الصيد. اي نعم والله. زياره ولا تشتري؟ لا والله نشتري، بس الاسعار والله اشتريت سمك وخضار وكذا. ايش من نوع سمك؟ سمك زينوب. زينوب؟ ايه. وكم الكيلو؟ والله اشتري الحوت ب 16. الحوت ب 16000؟ اي نعم. ما شاء الله ارتفع سعره مباشره. ارتفع والله، ارتفع كثير يعني. تشترون دائما نص ولا حوت حق الاسبوع؟ لا اشتري الحوت حق الاسبوع كله. اسبوع نعم. ما شاء الله. والسوق الخضره ايش اللي اشتريته ايضا؟ والله خضار مشكله وفواكه. اسعارها كيف عجب؟ والله اسعار مرتفعه، اسعار مرتفعه. حتى الطماطم ولا فواكه ولا؟ لا خضار مشكله وفواكه. ما شاء الله تبارك الله. طبعا احنا الان في برنامج اسواق شعبيه. نعم. حابين احنا نزور الناس، وحابين نتعرف على احوالهم، وحابين ايضا نسمع ايش اللي يشترون من الاسواق وكم، والحركه التجاريه الموجوده. حابين انك تعطينا احنا لمحه بسيطه عن الحركه التجاريه اللي شفتها الان في سوق السمك، وبجانبه مباشره على بعد 4 خطوات سوق الخضره. صحيح. والله يا اخي الحمد لله كل شيء متوفر، بس الاسعار مرتفعه زي ما تلاحظ، كل يوم في ارتفاع يعني، فالانسان الغلبان على قولهم الله يكون في عونه. ايش تتوقع الحلول المناسبه يعني لوضع مثل هذا؟ والله المفروض تكون في لجنه وحمايه المستهلك، تكون في رقابه على الاسعار يعني. طيب المشكله في البائع او المشكله في المورد الكبير؟ لا كيف المورد الكبير؟ البائع عندما يشتري باسعار مرتفعه حينزل باسعار مرتفعه يعني. طبيعي ما طبيعي. ما بيبيع الا يعني يربح يعني. يحصل له بركه الله يعني. طبعا اكيد. طيب جميل، ايش رسالتك لجميع الزوار اللي زاروا هذا الموقع او اللي حابين انهم يزورونه مستقبلا مثلا؟ ايش الرساله تحب تقدمها بما انك دائما موجود في هذا المكان؟ والله اقول اهلا وسهلا بكم في حضرموت يعني. تعطيهم مثلا بعض الملاحظات، اختاروا بعض نوع السمك؟ والله ما عندي خبره كبيره من الخبره تتراكم مع وجودك اسبوعيا موجود في السوق يعني. نعم انا دائما، بس والله ما عندي ذيك الخبره، لكن ان شاء الله تكون في تحسن باذن الله. ان شاء الله باذن الله. يسعدك ان شاء الله. شكرا لك يا غالي. فرصه سعيده. في امان الله. اهلا وسهلا. لازلنا مستمرين معاكم في هذه الحلقة من حلقة أسواق شعبية، والآن طبعا نحن في السوق المركزي، وخلفي مباشرة يقع الحراج والبيع والشراء، والبحر أمامنا. الحركة التجارية ما شاء الله تبارك الله تعتبر كبيرة هنا للصيادين وأيضا البحارة بشكل أولي. فخلونا مع بعض نشيل جولة حول الموجودين هنا، وبنتعرف ايضا. ايش رايكم نتعرف ايضا؟ تعال يا والد نتعرف على اسمك. السلام عليكم ورحمه الله. خالد عوض. كيف اخبارك يا والد؟ الحمد لله. الاسم الكريم؟ خالد عوض الريدي. اهلا وسهلا، يا مرحبا وسهلا فيك في برنامج اسواق شعبيه. طبعا حبينا نزوركم اليوم ونتعرف على احوال الناس. أيوة سهلا. ونتعرف على البيع والشراء الموجود هنا في سوق الصيد في مدينه المكلا في منطقه الشرج. اشتريت صيدك؟ صيد الحمد لله. انت جيت زاير؟ لا جيت صيد وروحنا بس.
كل سبت جي ولا ايش من يوم؟ كل سبت. كل سبت شيل حق الاسبوع كامل. شيل الاغلب. من وين انت؟ من ايش؟ من منطقه؟ من المكلا. من سبت كله. من منطقه ايش؟ من المكلا. المكلا بس. وين المكلا؟ المكلا كبير. مسجد عمر. مسجد عمر يعني حي السلام. الصيادين. حي الصيادين. السلام. منو حي الصيادين هنا؟ ما شاء الله تبارك الله، اهلا وسهلا فيك في اسواق شعبيه. شرفتونا احنا. الله يحفظك لنا الشرف. ايش من نوع اشتريت؟ طبوب. 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 طبوب لو ما شاء الله يعني دو فيه. لو دوق فيه. كم الكيلو؟ كم الكيلو؟ كيلو والله يبيعونه هنا بالغرفه يعطيك. بالغرفه. هنا يعطيك بالغرفه تقول بكيس يعطيك 1000 يعطيك بالغرفه طلع لك 20 حبه. يعني بهناوه يعطيك؟ يعطيك 20 حبه 18 حبه. كم 20 حبه؟ هناك 4 حبات ب 1000 وهنا 20 حبه. 20 حبه ب 1000 ب 1000 ب 1000 ما شاء الله تبارك الله. البحرين السبت اليوم هنا نصف زي وربك يعطيهم يعني. ما شاء الله ربنا يفتح لهم ويبارك لهم ان شاء الله. نشوفك السبت الجاي ان شاء الله في امان الله. الله يسعدك ان شاء الله. خلوكم معنا ايضا. عليكم السلام. نتعرف على اسمك الكريم. منير احمد العمودي. الله يحفظك. حبينا اليوم نزورك في هذه البسطه المتواضعه في برنامج اسواق شعبيه. حابين نتعرف نحن وياك مع بعض المشاهدين على الاسواق الشعبيه والحركه التجاريه الموجوده. نحن الان طبعا في سوق الخضره يعتبر من الاسواق المكتظه ما شاء الله تبارك الله بالناس. لو تخبرني على الحركه التجاريه الموجوده في هذا السوق. والله الحركه ما عادك مول حسب المعيشه يعني حسب الرواتب ناس دخلها ومقتصد مع الناس وتقصدون بدخلهم ما تحصل الحركه اللي انت تتمناها يعني كمول يعني بالنسبه الاول كان في حركه كبيره اكيد فرق يعني شاسع ما بين زمان ودحين يعني بالحركه في الحركه نعم الناس كانوا يجون اول يشترون من عندك ب 4 كيلو 5 كيلو اكيد يعني ما يشيل الا حق يوم يعني نص كيلو ربع كيلو على قده يعني على قد وجبه اليوم نعم ما شاء الله طيب من متى انتم في هذا المكان والله عمر كم عمر يعني قبل ما نولد انا والوالد ما شاء الله قدر في الخضره من نفس هذا المكان من قبل ما يبدا السوق ده قد نحن في سوق صدام نحن قدام يعني سوق ايش اسمه؟ سوق صدام وين سوق صدام ذا؟ اللي كان القديم اللي كان عم يسوي ورسمه ذا بالضبط اللي كسروه كان عم يسوي ورسمه في الشرج برضه نعم انتقلتوا الى هنا انتقلنا لهنا تعويض يعني دكه لهناك بالدكه دي ما شاء الله تبارك الله طيب الدكه دي تدفعون عليها رسوم مثلا للحكومه؟ اكيد كم رسومها غاليه رخيصه مناسبه؟ لا مناسبه من ناحيه رسوم مناسب يعني بس الناس الثانيين المالكين المأجرين تحصلها اغلى يعني اللي حقه الدكه ويأجرها لواحد ثاني يأجرها لواحد ثاني تطلع بالنسبه للشهر 100000 يمكن الشهر الواحد ما شاء الله طيب انتم تبيعون خضار وفواكه الفواكه يعني ماشي جمع عندكم ايش من انواع موز وشمام بس ليش موز وشمام بس نحن مختصين في الخضره اكثر شيء بس الموسم بعدين على الشمام يعني على الشمام والموز والموز الموز ايش يسمونه فاكهه العام فمعروف دقيقه على مدار العام مدار العام وهو موجود هو موجود ما شاء الله طيب بتعرفنا على الاسعار حقت الطماطم والبطاطس والبصل والثوم اسعار مناسبه لان الموسم دحين الفتره دي قلت اسعارها قبل يومين كان اسعار مرتفعه الطماطم والبطاطس كان البصل مرتفع برضه السبب اللي يخليه ينخفض ويرتفع التوريد لبرا فقط يوردون لبرا البصل حقنا مورد لبرا يجيبون لك مصري بديله مصري ما ينفع دحين موجود المصري كيلو 800 ريال حقك الحضرمي دي موجود عندك كيلو ب 1400 وهو حقك وانت تصنعه وانت تزرعه وانت تلاقيه وبالنقل ومن كل شيء ب 1400 واللي يجي من مصر 800 ريال 800 ريال يعني شوف الفرق كيف ويش اللي يوديه برا هناك يبيعه بسعر ارخص يبيعه بارخص بارخص مني يعني لما يجي لك مسافرين من هنا يقول لك بصل حضر من هناك بكذا وكذا يعني ما هو بالنسبه للسعر اللي عندكم بقعد هناك افضل لي والله يعني اشتري بصل من هناك طيب الطماطم برضو يقولوا لها ايش باللهجه مجنونه المجنونه معروف يقولوا لها المجنونه ليش ترتفع في لحظه في لحظه وتنزل في لحظه كم الكيلو اليوم؟ اليوم 1200 1200 امس 1600 طبعا زرنا بساط امس 1600 قالوا لي زرنا بساط برضو بعضهم كانوا يقولون لي من اليوم من 1500 1400 لا الطماطم في فيها انواع في محمي في عادي في حق حضرموت في يعني انواع الطماطم احسن نوع طماطم محمي معروف يفرق في الذوق في الذوق يفرق في الشكل يفرق في حتى التحمل عنده يفرق
يفرق؟ نعم. افضل نوع لان الزراعه محميه اصلا. محميه؟ نعم. يعني الكيلو المحمي ب 1200 هذا محمي ولا نعم؟ مو محمي هذا عادي هذا. هذا نوع عادي. ايوه هذا. كيف نعرف العادي هنا من المحمي؟ المحمي الحين مواطن عادي يزيد قلت لك بغيت طماطم، كيف بعرفه؟ هذه طماطم. طيب. يعني ايش بغيت نقول لك؟ هذاك محمي. هذه محمي. ايوه الفرق يعني. ايش الفرق؟ طويلة. الطول. طول جيلك طويل وانيقه كذا يعني. في بعضهم يخلطون مخلوطه تحصل مخلوطه مخلوطه نعم ما شاء الله. طيب البطاطس كم الكيلو اليوم؟ اليوم 1200 1000 حسب الزبون يعني حسب البدله. الخضار ايوه حسب يمشي على البدله شوفوا ها الله يبارك لكم ان شاء الله. طيب البطاطس والبصل والخضار بشكل عام ترتفع اسعارها وتنخفض، تحس كذا انها قاعده تشتغل مع العمله، ليش؟ والله من قلتها ونسبه الصرف يعني، ويجي كله من سوق صنعاء يعني بشكل عام. كله يجي من سوق صنعاء. ما يجي من المزرعة أبدا. ليش يعني المحافظات مثلا كحضرموت وهي أرض كبيرة وأرض خصبة للزراعة ما يتجهون لهذه الجوانب الزراعية المهمة؟ طيب ما حصلوا داعم، النسبة للدعم ماشي يعني، مواطن موظف بسيط بيجي لك معه مزرعة كبيرة صعب يكونها وصعب يزرعها، صعب يقوم بجهد يعني فيها. الجهد البدني موجود لكن الجهد المادي ماشي. ما فيش امكانيات. ماشي امكانيات، بغت سماد، بغت لا ما، بغت لا ابار تحتفر، بغت لا مياه تحتفظ، بغت لا حاجات وايد الناس تهمرها والله، ودهم يزرعون ياكلون من مزرعتهم. طيب انت الان فتحت عينك على هذه البسطه. نعم. اوكي. من اجمل المواقف الطريفه اللي مرت عليك في موضوع البيع والشراء. موقف طريف، حد زبون يوم ضحك عليك، حد زبون قال لك بعبر لك اياها. اوه لا حدث ولا حرج. ايش اجمل المواقف الطريفه اللي لما تذكرها تقول والله يعني مرت وصعيبه وكذا لكنها تعتبر من الذكريات الجميله؟ يعني واحد جاء عندي مثلا وشل مني سيمان واجد يقول لي انا اللي اجيب فطار صايم وكذا وحاجات ما شاء الله. ايوه. طيب طلع حسابه تقريبا شيء و50 واعطانا 100 سعودي قال لي دي تصرف 32 وبكره ان شاء الله بجزع لك الباقي. ثمن فيه لانه افطار صايم. افطار صايم وايام رمضان دخل لي لا بالعاشور هذا خلي دخله حلوه يعني. طيب وتوكلنا على الله. دور للتعادل. دور للتعادل. ربنا في عوضك ان شاء الله باذن الله. طيب. والله ما لها محتسبين الحمد لله. الحمد لله. طيب ايش رايك عبر هذا البرنامج اسواق شعبيه تقدم له رساله مسامحه انك مسامحه؟ والله مسامحه دون الاخر انا مش هو. طيب اجرك بدين افطار ولعله انشغال يعني مش هو نفسه مش هو نفسه بس يعني الناس وايدين يعني قبل ما يموت وبعد ما يموت مسامح دنيا واخره. الحمد لله ودائما ربنا يعوضنا احنا في الاشياء هذه. اكيد هذا بيعوشر معروف خساره ومكسب ودين وصدقه وحاجات وايد الحمد لله امور طيبه. رساله تحب تقدمها عبر برنامج اسواق شعبيه لا سيما انك من فئه الشباب اللي لهم دور بارز جدا في المجتمع؟ والله المجتمع يبغى صبر وكلين معتمد على اهله. الشباب يعني يجي تقول له اشتغل لك وشغل دور لك شغل يقول لك ماشي اشغال ماشي دور اشغال الحمد لله موجوده يعني وميسره في كل مكان. وكم اسواق يعني فتحت من الخضره والناس تستعير منها يعني تقدم انا نبيع خضره انا نبيع من دره انا نبيع الحمد لله خضره مكسبها زين. ايوه ومكسبها زين وتعلمك ايش في الحياه وتعلمك الناس يعني تداخلك مع الناس بشكل عام يعني. اكيد ايوه يجي لك المواطن التعبان ويجي لك المسؤول الكبير المسؤول كلهم الكبير. يجون لهذا المكان بالضبط. ما شاء الله تبارك الله ان شاء الله باذن الله تكون رسالتك وصلت باذن الله مستقبلا باذن الله نشوفكم ملاك ل يعني اكبر المحلات التجاريه للخضره والفواكه ايضا باذن الله. الله يسعدك شكرا لك يا غالي. الله يسلمك في امان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعرف على اسم الكريم. عيسى العمودي. أهلا وسهلا فيك في برنامج أسواق شعبية وحابين نعرف عنك بشكل أكبر. ألاقي عيسى العمودي هو مدير أمن مرور حضرموت سابقا وما شاء الله تبارك الله لك كثير من الجولات والصولات في الجانب العسكري. اليوم نشوفك ما شاء الله تبارك الله في سوق الخصار باللهجة العامية سوق الخصار في مدينة المكلا وسوق السمك في مدينة المكلا في منطقة السرج. كل سبت جي ولا بداية الأسبوع أو نهاية الأسبوع
وتاخذ السمك للبيت. طبعا انا يعني اعيش حياتي الطبيعيه سواء اكون في العمل او غير العمل، واخرج السواق انا والعائله دائما، والسوق السمك اخرج يمكن في الاسبوع مره، كل سبت او كل خميس ما شاء الله. واشيل بعض الاسماك، نحن ما نعرف ايش نوع الاسماك، بس نشيل اي سمك المعروف كما التمت غالبا. اسم النوع والله كل اسم غالي تقريبا الان، الان كله غالي والله. عين الموافق زبون معين عند بسطه معينه بالسوق السمك هنا؟ والله التمت شيل من واحد قدام في الركن يقولوا له حضرمي دائما. اسم الحضرمي زكي الحضرمي مدري ايش دائما شو عنده التمت. اخر مره شليت الكيلو التمت بكم سعره كان؟ والله ما اذكر كذي بحاله، ما اذكر صراحه، بس في ارتفاع، في ارتفاع. الان شليت نص بياض مدري ايش يقول لي حوالي ب 10,000 تقريبا، سرعة صغيرة، السمك صغير، قلت 10,000 ونص. جميل. طيب برنامج أسواق شعبية ركز الضوء بشكل كبير جدا على الحركة التجارية في الأسواق، الأسواق بشكل عام، مثلا في سوق النساء، في سوق الصيد، في عدن، في المهرة، في كثير من المحافظات أيضا. حابين نحن نشوف الحركة التجارية والاقتصادية في هذا الوطن، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. بوجهة نظرك كعيسى العمودي كيف تنظر لهذه الأسواق الشعبية على المستوى الاقتصادي؟ والله أقول لك الأسواق الشعبية مليانة بالمواطنين، تمام. بعضهم يقول لي يتفرجوا بس، يعني ما عنده ما يشتروا شيء حاجة، ها. وبعضهم يشتروا، وبعضهم يشتروا على قد حالهم. ما شاء الله، ربنا يبارك إن شاء الله بإذن الله. وحابين نحن نسوي لقاء لطيف نص معك عشان نظهر هذه الأسواق الشعبية، وإنه هذا السوق الشعبي الكل يجيله إذا كان مسؤول أو إذا كان مواطن بسيط عادي. شكرا لك عيسى. الله يسعدك. الله يسعدك. مشترك تلمس أوضاع الوطن. الله يسعدك. شكرا لك فندم عيسى. حياك. في أمان الله. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف على اسمك يا والده؟ ايوه، ام طارق. اهلا وسهلا ام طارق، يا مرحبا فيش في برنامج اسواق شعبيه. اليوم حبينا نزورك في يعني هذا السوق اللي هو السوق المركزي للخضار والفواكه، وحابين نتعرف على الخضار الموجوده عندك والفواكه، اذا كان في مثلا فواكه تبيعينها. ايش تبيعين بالضبط من الخضار والفواكه؟ نبيع طماطم وبطاطس وبصل وثوم وبسباس وكل يعني كل شيء. خضار والفواكه أيوه. تبيعين ولا لا؟ لا فواكه ما نبيع. ولا موز حتى؟ موز نبيع. الموز هذا يقولون له فاكهة العام، يعني على مدار العام هو ما شاء الله. تبيعينه؟ تبيعينه. يعني مش ذاك الحركة عندك. ما شاء الله تبارك الله. طيب الأسعار اليومين بي كيف الأسعار؟ والله على أسعار كذا، إلا شوية كذا وشوية كذا الحمد يعني لله. يعني الكيلو الطماطم مثلا بكم؟ 1500، 1400، 1200، كل واحد على قد حاله. أمس كان كم؟ 1600. 1600، يعني يوميا تحرك الأسعار، أسعار الخضار تتحرك يوميا؟ يا اما في انخفاض او ارتفاع، صح؟ ايوه، يعني مره كذا ومره. اليوم الطماطم ب 1500، البطاطس من كم؟ 1200. 1200. طيب الحركه التجاريه في السوق، هذا البرنامج اسمه اسواق شعبيه، حابين نتعرف على الحركه التجاريه الموجوده في سوق الخضار هنا في مدينه المكلا. لا مش مشتغلين في حركة؟ على كل حال، مره في حركه مره ماشي حركه. اكثر يوم في الاسبوع تحسين انه في حركه ما شاء الله؟ يوم السبت ويوم الربوع. يوم السبت ويوم الربوع. ويوم الربوع. طيب يوم السبت عرفنا انه بيكون بدايه الاسبوع، الناس يجون يشترون للاسبوع كامل. يوم الاربعاء ليش انه في حركه كثير تعتقدين؟ يعني الناس ماشي ما وضع ما يقارج، يعني يشيلوا حق الاسبوع ويستعملوا اسبوع ويقضوا يوم الاربعاء يعني. ما شاء الله تبارك الله. الخضار هذه والفواكه اللي تبيعينها انت تشترينها من مورد معين او تشترينها من سوق، من فين تجيبين؟ يعني بنجيبها في سوق الجمله. وين سوق الجمله هذا؟ سوق الجمله في البويش. في بويش؟ ما شاء الله. تشترين يعني من كل نوع ديش مثلا او ديشين او ثلاثه دياش؟ ثلاثه، اربعه، خمسه، يعني كل حركه زي يعني من كل نوع اربعه ديوش. ايوه. لا اذا يومه غالي بنشيل رقيق شويه، الغالي تشيل يومه رخيص بنشيل كثير. ما شاء الله تبارك الله، تتاقلمين مع السوق. ما شاء الله تبارك الله. تبيعين بالآجل ولا ما تبيعين؟ والله على كذا نحن نبيع آجلا تبيعين آجل؟ ايه. طيب أكثر زباينش الآجل من وين؟ من الشرج أو من الديس أو من المكلا؟ من وين جاي هو سهل؟ من الشرج ولا من الديس؟ على وين جاي؟
هندسية. يعني الدائرة الهندسية يعني منطقة قوة. أيوه. يشترون بالآجل. أيوه. تعاملين بالآجل مع كل الزبائن. أيوه. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يفتح لك. ومثل ما انش يعني تراعين الناس في موضوع الآجل، ربنا بيفتح لك ان شاء الله وبيتحرك سوقك دائما ان شاء الله. طيب ايش رسالة تحبين تقدمينها لجميع المواطنين، ايش حابين تقولين لهم؟ ماشي في الله وضعنا الله يهدي بس. ها؟ الوضع اليمن الله يهدي. الله يهدي وييسر ان شاء الله، والقادم اجمل. ومدام انش امرأة مكافحة، ربي بيوصلش اللي حابة توصلين له بإذن الله. والمرأة نصف المجتمع يعني. إن شاء الله. الله يسعدك يا أم طارق، وفي أمان الله. إن شاء الله. مع السلامة. علي عبد الله بن الشيبة. حيا الله علي، من وين يا بن الشيبة؟ مكلا. بالضبط، وين المكلا؟ بالديس. بالديس المكلا. اهلا وسهلا فيك في برنامج اسواق شعبيه على شاشه الغد المشرق. حابين نشل صوله وجوله، حابين نتعرف على الزباين اللي موجودين في سوق الصيد وايضا سوق الخضره. اشتريت سمك ولا خضره؟ ولا سمك. الخضره لسه بعد. عاد اللي دخلت داخلين الخضره. ما شاء الله تبارك الله. ايش من سمك معك اليوم؟ حصيحصه. حصيحصه ومن الاسماك الجميله اللي تجي بعدين في الدهره يعني. بكم الكيلو اليوم؟ والله حسب الحجم، اليوم في ب2000، في ب3، في ب5، وانت طالع كل ما كبر حجمها كل ما زاد سعرها. أيوة. سعر الكيلو. نعم. ما شاء الله. ثمن الزينوب الان في ارتفاع كبير جدا، قال لا الله بسبب البترول. 9000 هربنا منه. الله يعين. اكيد يعني قبل امس كانت من 10000، انا نزلت بنفسي قبل امس. انا قبل اسبوع اللي فات اشتريتها ب7.5، كيلوان ب15، اليوم لا كيلوان ب18. قبل امس بالضبط كانت ب10000 ريال يمني الكيلو الثمن، والكيلو الزينوب كان قيمته 7000 ريال يمني. الناس كلهم يتجهون للطبوب ولا الاشياء المناسبه حتى انه يقل كده، لانه بعض الاحيان يرتفع فجاه وبعدين ينخفض فجاه. جميل. الخضره اليوم حاب ايش تشتري بالضبط؟ الخضره انا جاي على الحبحب بس، سالت برا قالوا لي 400، بنشوف انا داخلكم شمام يعني. ايوه. اسبوعيا نجي السوق بالغالب. كنت مغترب انت يا والد ولا شيء؟ حاليا مغترب في عمان. في عمان. لما نتكلم على الحركه التجاريه والاقتصاديه، برنامج اسواق شعبيه سلط الضوء على هذا الجانب، وحابب يتعرف على الحركة التجارية الموجودة، كيف تشوفها من وجهة نظرك؟ حركة جدا ممتازة، كثافة سكانية قوية، بس القوة الشرائية مع الناس الآن ضعف كثير. الوضع الاقتصادي كثير. أنا لما بجي بحسبها 5000 7000 أشوفها كثير، بس لما تقارنها بسعر الصرف هي فعلا الله بيعينهم يعني ما فيش. نعم الله بيسر. احنا شوية المغتربين ما يعني. نعم ربنا يحسن. أكيد أكيد بلا شك يعني، اللي لكن اللي راتبه يمني ودخله يمني بيتأذى بشكل كبير جدا. ربنا يفرجها علينا وعلى اليمن بشكل عام وعلى جميع البلدان العربية إن شاء الله، والقادم أجمل وأفضل بإذن الله. شكرا يا بن سيف. الله يسعدك إن شاء الله. في أمان الله. مع السلامة. إذن أعزائي المشاهدين، سعدنا كثيرا بتسليط الضوء في هذه الحلقة من حلقات أسواق شعبية على سوق السمك في مدينة المكلا في منطقة الشرج، وأيضا سوق الخضار والفواكه في هذا المكان. سعداء جدا بتذوق طعم الموز الجميل من هذه البلد الطيبة، سعداء جدا أيضا برؤية الكثير من الأنواع الجميلة للسمك، وتعرفنا أيضا على الأسعار الموجودة في هذا السوق، سوق السمك وأيضا سوق الخضروات. أسواق شعبية يسلط الضوء على الحركة التجارية والأسواق الشعبية في كل مكان. دائما وأبدا نقول لكم في أمان الله ورعايته.